نبدأ بقى دلوقتي ناخد مثال. ده مثال المنشأ ده اسمه ارش فريم، طبعا مرتكز عند الركيزة ايه، على ركيزة رولر، وعند البيا فيكسد، وفي مفصل عند الركيزة عند الوصلة ايه، والوصلة دي ريجيد كونكشن. طيب شايل الاحمال طبعا اللي حضرتك شايفها دي. الراجل طالب مني احسب عندك هنا ال H A يعني الإزاحة الأفقية عند الركيزة A، طلب phi E relative الإزاحة النسبية الدورانية بين عند الركيزة عند المفصل E، طلب الإزاحة النسبية بين النقطتين A و E اللي هم الدياجونال دول، طلب حاجة أخيرة كمان دلتا دي E relative اللي هي الإزاحة الأفقية النسبية بين النقطتين D و E. في معلومة مهمة جدا للأرش، هي تفسيرها محتاج نبقى واقفين قدام بعض كده ونشرح الموضوع بالتفصيل، ولكن مفيش إمكانية دلوقتي نقول الكلام ده. احنا هنقول بس لحضرتك معناها ايه كده بسرعة. اللي بنقولها دايما في أي أرش اسمها I كوزين فاي بتساوي I سي. زي ما اتفقنا في محاضرة الأسبوع اللي فات إن أصغر إنيرشيا في الأرش هي اسمها I سي، اللي هي I كراون، I قمة الأرش. ده معناه ان مسقط الانيرشيا عند اي قطاع، مسقط الانيرشيا عند اي قطاع في الارش، لان الانيرشيا بتزيد كل ما بتروح عند نهايات الارش، مسقط الانيرشيا بتبقى الانيرشيا اكبر، فمسقط الانيرشيا يساوي اي بتاعة المنتصف اللي هي اي سي تماما. واي اي سي نفسها اعطيها لي ب 6000 طن متر سكوير. دي ليها برضو ان اي كوزين فاي دي ليها كذا معنى. اول معنى ان لما باجي استخدم التكامل بستخدم التكامل بتاع الطول الافقي بتاع الارش، مش المفروض اخد المايل، هو المفروض اخد المايل ده المقوس نفسه، بس اي كوزين فاي بيساوي اي سي تمام، دي خلتني اقدر استخدم الطول الافقي او المسقط الافقي بتاع الارش. هي الموضوع مش هيزعلك في حاجة، لكن احنا حبينا بس نوضح معناها ايه. تعالى كده مع بعض نبدأ نشوف ازاي احل. طبعا زي ما حضرتك عارف قبل كده احنا بنيجي اول خطوة ان احنا بنرسم شكل البندنج مومنت دايجرام الناتج من الاحمال الاصلية على المنشأ الاصلي. طيب تعالى نبدأ نشوف كده المومنت يترسم ازاي. اولا عند الركيزة ايه المومنت هيطلع بصفر، عند الركيزة دي من تحت حتى لو ما جبتش الرياكشن ده مش هيفرق معاك لانه برضه بصفر، يبقى اول الارش اللي هو الوصلة الثنائية هنا المومنت بصفر، اخر الارش ده مفصل يبقى المفصل ده عنده المومنت طبعا بزيرو، ومن تحت هيبقى برضه بزيرو تمام. ما ناقصنيش غير السبورت بيه عزم التثبيت اللي فيه هنجيبه ازاي. فعزم التثبيت عندك حل من اتنين، يا تاخد المومنت عند الركيزة بي لكل الفريم عشان تجيب العزم بي، ساعتها هتضطر تجيب الرياكشن عند الاي، يا اما تاخد المومنت عند المفصل اي للجزء السفلي اللي هو ده تمام، الجزء الرايت المفصل رايت. فالكلام ده محتاج ان حضرتك تكون عندك الاكس بي. الاكس بي دي سهله جدا، ممكن تتجاب بالنظر بسيجما اكس، لان الركيزه دي رولر، فعندي 3 هنا شمال فبقى هنا اكس بي 3 يمين. حضرتك عرفت الاكس بي 3، ف3 في 5 ب 15 بتلف كده، المفروض عشان يوصل صفر عند المفصل يبقى محتاج 15 العكس اللي هي بتلف كده زي ما وضح على الرسم. يبقى معنى الكلام ده ان حضرتك لما تيجي ترسم البندنج مومنت دايجرام ام نوت، المومنت هنا اهو ب 15 عند المفصل صفر، اخر الارش صفر، تحت بصفر عند العمود من تحت. نيجي بقى لمنطقه الارش. منطقه الارش شايله حاجتين مع بعض، خد بالك المره دي شايله احمال اهي اللي هي 2 طن على المتر ديت، شايله احمال راسيه وشايله كمان احمال افقيه، بس يا ترى تعبر الارش ولا لا، لان ده السؤال المهم. الاحمال الرأسية هتديني مومنت كالمعتاد زي الكاميرا 2 في 8 تربيع 8 بي ال سكوير اوفر 8 تمام. بي ال سكوير اوفر 8 هتطلع لك اهي اول واحدة اللي هي ب 16، ودي تعليقها دايما لاسفل لان الحمل دايما لاسفل في حالتنا دي. انما الحمل الافقي بقى عبر الارش ولا لا، تعال نشوف. زي ما اتفقنا هاجي اتخيل نفسي كده قطعت جوه الارش واعمل سيجما اكس لليمين او الشمال اللي يريحك، هلاقي هنا في 3 طن تمام. واحد يتلخبط يقول يا دكتور طب ما هي مش الشمال، في هنا برضو 3 طن بس مرتفعة عن دي. احنا زي ما اتفقنا بجيب الفاليو تمام، اكني نقلت القوة دي كلها فوق اللي اعطتني هنا مومنت بصفر تمام، وبعدين اضرب الفاليو اللي حصلت اللي هي بتاعت سيجما اكس دي في ارتفاع الارش اللي هو بكام، ب 2.5. عظيم جدا.
يبقى تضرب 3 في 2.5، دي بتفتح الارش زي ما حضرتك شايف، يبقى معناها بتتعلق لتحت، فهلاقي الكيرف اللي هو تأثير الارش او الافكت في اوف ارش قيمته بي في اف او الاكس في اف بتساوي 3 في 2.5، هتتعلق لتحت. بقى الارش دلوقتي عنده قيمتين اهم، اللي هي 16 لتحت وال7.5 لتحت، مجموعهم مع بعض 23.5. طب لو كانوا عكس بعض يتطرحوا ويتعلق النهائي على طول، اللي هو 23.5 في حالتنا دي، اللي هو ده بين المومنت دايجرام او اللي بنسميه ام نوت دايجرام. طيب نيجي بقى للجزئيه بتاعت ازاي اعمل بقى بعد كده حساب الحركات المختلفه. طلب مني بعض الحركات زي اتش اي. تعال نشوف كده مع بعض ال HA اول واحده دي بكام. HA هاجي امسك الفريم، الارش فريم كده زي ما اتفقنا، افضيه خالص من كل الاحمال اللي عليه، واقوم جاي حاطط حمل افقي مقداره الوحده، انا افترضت هو للشمال اللي هو بي بتساوي الوحده، حطيته على الارش، والمفروض ارسم البندنج مومنت ديجرام. كنا نصحناك قبل كده ارسم على نفس الحاله اللي انت حاطط عليها الاحمال، بس في حاله الارش انصحك ترسم رسمه مومنت ورسمه مختلفه، وتعمل هنا سكتش الاحمال جانبي كده على جنب. ليه؟ عشان ما تنساش ان الارش ده مقوس، لان لو ناس عملوها الاحمال على مسقط الارش بينسى تقوس الارش، وبينسى ان ده ارش بيشتغلوا على انه فريم، وبينسى تعليقه الارش. لكن لا، خليها كده سكتش صغير للاحمال، وبعدين كروكي تاني للمومنت. تعالى نبدا نرسم بنفس الطريقه. هنا المومنت بصفر، هنا عند الوصله اللي فوق طلع المومنت بواحد في مسافته 5 ب 5، دي لسه من جوه. بعد كده اخر الارش صفر، تحت اجيبها بنفس الطريقه، اجيب سيجما اكس الاول اللي هي طلعت واحد، بعدين اخد المومنت عند المفصل اللي جنب اليمين هيطلع 1 في 5 ب 5 كده، ففي 5 عكسه. رسمت البندنج مومنت دايجرام اهم، وصلت اول واخر الارش، بعد كده اشوف التعليقه بقى اذا كانت موجوده. في حالتنا دي لا يوجد احمال راسيه، فاسال نفسي هل في افكت للارش ولا لا. لقيت فعلا في افكت للارش، لان لما خدت سيجما اكس هنا في واحد من اليمين بتفتح الارش، يبقى علق لتحت 1 في مسافه الارش اللي ارتفاعه اف 2.5، يبقى علق 1 في 2.5 ب 2.5، وده منحنى درجه ثانيه. عشان اجيب ال HA المفروض اكامل الشكل بتاع ال M نوت مع الشكل بتاع ال M1، اتفقنا هنسمي ده M1 الخاص بالحركة الأفقية عند ال A. طيب التكامل خدناه المحاضرة اللي فاتت، حضرتك راجع كده هنا ورايا التكامل زي ما انت عايز. هنكامل الضلع الرأسي الشمال مع الشمال صفر، الرأسي اليمين مع اليمين، مثلث مع مثلث، وانت خدت قانونهم تمام. ده ترتيب التكاملات الحسابات عشان تقدر تراجع. الاولانيه دي ليها مثلث مع مثلث، بعد كده منحنى مع مثلث، الجزء الافقي بقى المنحنى ده مع المثلث ده، ده الاول تمام. خلصته. بعد كده اخر حاجه ودي الوحيده اللي لسه جديده اول مره تشوفها، ليها منحنى مع منحنى، لان احنا اتفقنا ان حاله المنحنى مع منحنى السكند ممكن مش هتحصل لك الا لو في بعض الاحيان في الارش، وظهرت اهي اللي هي قانونها كان 8 على 15 الطول على معامل اي في تعليقه المنحنى الاولاني في تعليقه المنحنى الثاني. الحسبه دي كلها هتطلع موجب 626.5 على الاي اي. اتفقت معاك يا ريت تسيبها على الاي اي، ما تعوضش بالاي اي، وانت هتاخد ان شاء الله درجتك كامله. موجب دي مقصود بيها مع الفرد، يبقى فعلا ال HA طلعت بالرقم اللي حضرتك هتسيبه لي، مش لازم توصله المتر زي ما اتفقنا تمام. هتكتبه 626.5 على ال EI، بس هنا بقى تعرفني الاتجاه الحقيقي واليونتس، ان هو فعلا الشمال لان فرضت شمال، واليونتس اللي هي بالمتر طبعا. طيب هنيجي بعد كده الحركه الثانيه اللي هو طلبها، فاي اي ريلاتيف. فاي اي ريلاتيف دي معناها ايه؟ عملناها قبل كده، ان حضرتك محتاج تيجي تحط 2 عزم المرة دي. العزمين دول تمام، العزمين دول بيبقوا الاتنين زي ما اتفقت مع حضرتك بيبقوا ظهرهم لبعض زي ما انا هعمل كده، بحيث ديل السهم دايما بيبقى بره زي ما حضرتك شايف. طيب نرسم المومنت هنا ازاي؟ لان دي حالة ممكن تلخبط ناس كتير لو ما تعودتش عليها تحسبها بايدك. هنا المومنت برضو بصفر، هنا المومنت من تحت حتى لو رياكشن انت مش عارفه مش مشكله بصفر، لان الاكشن مر بيا.
اخر القرش بقى عند المفصل، العزم مش بصفر، انت اللي لغيت الصفر ده وحطيت عزم مقداره الوحدة زي ما حضرتك شايف كده، عامل زي ما يكون عندك ركيزة طرفية، ركيزة طرفية العزم عندها بصفر الا لو عندها عزم على الطرف، تمام؟ هي نفس الفكرة تماما. فهنا المومنت زي ما حضرتك شايف بقى بواحد واحد اهو. العزم تحت بقى ده نعمله بنفس الفكرة، هاخد سيجما اكس للفريم كله، طلعت اكس بزيرو، هقف هنا واخد المومنت من تحت، فالمومنت ده الاكشن، فالرياكشن بتاعه يبقى قده وعكسه زي ما حضرتك شايف كده، هيطلع واحد ديله الشمال اللي هو هيطلع ده، طلع هنا مستطيل قيمته بتساوي الواحد. المومنت اللي انا رسمته ده اسمه M145E relative، لكن ناقصني حتة، هل في قوة أفقية اخترقت القرش ولا لأ؟ فهقطع كده جوه القرش وأبص من اليمين بس أو الشمال بس. لو بصيت من اليمين أو الشمال وعملت سيجما إكس هتطلع بزيرو، يبقى معناها زيرو في الارتفاع 2.5 يبقى بصفر، يعني لا يوجد تعليق زي ما حضرتك شايف، الخط هنا خط ستريت لاين ولا يوجد كيرف في هذه الحالة. ممتاز. نيجي بقى للحتة بتاعت التكامل، حضرتك خلاص بقى راجل بقيت بروفيشنال في التكاملات، تمام؟ فهتيجي تكامل المومنت ده اللي هو سوري المومنت اللي فوق ده مع الام نوت، ما تنساش، عشان كده نصحناك تبقى الرسومات كلها في ورقة واحدة، بس انا طبعا بعمل لك الكلام بالترتيب يعني. هتكامل ده، هيبقى الضلع الرأسي مع الرأسي اصفار، هتكامل الرأس اليمين مع الرأس اليمين مثلث مع مستطيل، عندك 100 ألف طريقة للتكامل، ولكن أسهلهم إنك تجيب مساحة الشكل منهم وليكن المثلث تضرب في القيمة تحت السنتر بتاعه اللي هي قيمة المستطيل اللي هي قيمة ثابتة بتساوي الوحدة. بعد كده هتكامل المنحنى الأفقي على الجزء الأفقي مع مثلث، تجيب برضو مساحة الشكل اللي هو المنحنى في القيمة تحت السنتر اللي هي هنا في حالتنا دي النص. آدي طريقة إجراء التكامل. طلعت قيمة الحسبة دي طلعت بتساوي سالب 43.92 على الاي اي، بأكد لا داعي للتعويض بالاي اي، انت ممكن تستخدم الاي اي كرمز وما تعوضش. سالب دي مقصود بيها عكس الفرض، عكس الفرض معناها ان الزاوية الفاي اي ريلاتيف دي هتبقى عكس الاتجاه، يعني الزاوية هتقفل مش هتفتح زي ما انا كنت فارض فوق بالمنظر ده، تمام؟ يعني الاتنين هيقربوا لبعض مش هيبعدوا عن بعض، وطبعا دي بالراديانس، وتعمل لي انديكيشن كده بالاتجاه الحقيقي اللي حضرتك لقيته. طيب دلتا اي اي ريلاتيف نفس الفكره، حضرتك هتيجي تحط قوتين الاتنين دول قد بعض وعكس بعض، كل واحده منهم بتساوي الواحده، ففرق بين فاي ريلاتيف ودلتا ريلاتيف، تمام؟ وهترسم شكل البندنج مومنت دايجرام في هذه الحاله زي ما هنشوف الحاله اللي بعدها. انا هاخد اشرح الحاله اللي بعدها اللي هي دلتا دي اي ريلاتيف. يعني ايه دلتا دي اي ريلاتيف؟ دلتا دي اي ريلاتيف يعني اجي بين النقطتين دي واي واحط زي ما حضرتك شايف كده قوتين كل واحده منهم بتساوي الوحده، الاتنين يقربوا لبعض او يبعدوا عن بعض. طيب نبدا نحسب البندنج مومنت دايجرام. ف نفس الطريقه، هنا المومنت هيطلع صفر، هنا المومنت هيطلع صفر، هنا اخر الارش هيطلع صفر، المومنت تحت عند الفيكسيشن لازم الاول اجيب له سيجما اكس لا طلعت صفر، وبعدين اقف فوق واخد مومنت الجزء العلوي السفلي هلاقي صفر في مسافتها صفر، يبقى المومنت هنا طلع بصفر. هتلاقي كل حاجه هنا طلعت اصفار، صفر وصفر وصل صفر، وهنا صفر وصفر وصل صفر، مفيش احمال. نيجي بقى لمنطقه القرش، بدايه القرش صفر ونهايته صفر ولا يوجد احمال راسيه، ولكن السؤال هل في احمال افقيه عبرت القرش ولا لا؟ في ناس كتير بتتخدع وتقول لي ما هو واحد ضيع واحد، الكلام ده كلام طبعا مش مظبوط، لان قلت لك اقف جوه القرش وبص هات لي سيجما اكس من جنب واحد بس اللي هي في حالتنا دي الواحد طن، تمام؟ بتضم القرش يبقى علق لفين؟ لفوق كده مظبوط، مسافه او قيمه مقدارها واحد في 2.5 ب 2.5، ده المومنت ام 1 اللي مرسوم عشان خاطر نحسب بيه الدلتا دي اي ريلاتيف. فالتكامل المرة دي لحضرتك هتكامل M1 ده مع M نوت، تمام؟ مع M نوت اللي احنا طلعناه هنا ده. عظيم. هتلاحظ ان الضلع الرأسي مع الرأسي صفر، الرأسي مع الرأسي الشمال صفر، الأفقي منحنى مع الأفقي منحنى، هتلاقي هو تكامل منحنى مع منحنى، واحد تحت واحد فوق يبقى بالنيجاتيف، هتلاقي القيمة طلعت سالب
250.67 على اي اي، يعني عكس الفرد زي ما انا قلت لك هنا سيبها على اي اي ما تعوضش بالاي اي، هتطلع 250.67 على اي اي متر، ومعناها ان النقطتين بدل ما انا كنت فارض هيقربوا من بعض، لا اتضح لي انهم هيبعدوا عن بعض، وده معنى الاشاره اللي احنا حطيناها. لو حضرتك رجعت بقى للحاله اللي فاتت هتحلها بنفس الطريقه، بس الفكره كلها ان الاثنين دول دياجونالز، تمام؟ لازم تحلل وتاخد المركبات بتاعتهم. طيب احنا برضو هنوقف في المرحله دي وبعدين نكمل الجزء الثالث.